تعتزم حكومة الجمهورية الخامسة الحفاظ على صحة المواطن، وتسخر كل الإمكانيات لمواجهة المخاطر التي تعرض صحته لأي خطر. وفي هذا الاجتماع الدوري حول الأوضاع الصحية في تشاد الذي ترأسه معالي رئيس الوزراء سفير ألاماي هالينا، وضعت النقاط على الحروف. في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كثيرة في القطاع الصحي، أظهر رئيس الوزراء إصرار حكومته في التصدي لها جميعا. نجتمع اليوم في وقت حرج حيث تتعرض فيه بلادنا تشاد لفيضانات مدمرة وترتفع معها مخاطر انتشار الأمراض المعدية مثل الملاريا والكوليرا، وكل ذلك في سياق يظهر فيه وباء جدري القرود. لقد تحملت الحكومة مسؤوليتها عبر وزارة الصحة العامة جاهدة لتتمكن من مواجهة هذه التحديات، سواء كان الأمر يتعلق بالملاريا التي تنتشر على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وشركائها في السنوات الأخيرة، أما عن جدل القرود فيعد اختبارا حقيقيا لقدرتنا والاستجابة والصمود. لذلك من الضروري للغاية تطوير إجراءات الطوارئ فيما يتعلق بالوقاية والرعاية للحالات المشتبه بها. في وقت يواجه فيه العالم أجمع وإفريقيا خاصة خطر تفشي وباء جدري القرود، تواجه تشاد بسبب الفيضانات مخاطر تفشي الكوليرا مع تضرر أكثر من 700 ألف مواطن و 43 ألف منزل، وتلف حوالي 45 ألف هكتار ووفاة أكثر من 5000 رأس من المواشي حتى تاريخ 19 من أغسطس الجاري. وبحسب التقرير الذي عرضه الأمين العام لوزارة الصحة العامة، تتضمن خطة التعامل مع متضرري الفيضانات تقديم الدعم المعنوي والرعاية الصحية ونشر فرق الطوارئ الطبية في الأماكن المتضررة. وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال إن من أبرز التحديات التي تعيقهم هو صعوبة الوصول إلى بعض الأماكن. وجدنا الفيضانات دي أثرت في المواطنين، لكن في مناطق ما نقدر نلحقها لأن الفيضانات سدت الماء قرعنا زي ما يقولوا بالدارجة، ما نقدر نلحقها. ده مشكلة يعني كبيرة جدا جدا، خاصة مناطق ولاية سيلة ومتيمان ومايكلي. إذا طلبنا من الشركاء كيف الاستراتيجية اللي نكونها في المستقبل نقدر نلحق المواطنين. ده المطلوب. هذا وتعمل الحكومة مع شركائها الفنيون والماليون في مكافحة الأمراض الفتاكة والحد من انتشارها، إلى جانب الحد من وفيات الأمهات أثناء الولادة.